زي الدكتور بهاء ما قال ان الفيروس ده بيفضى في الجسم من غير اي اشارات بوجوده من 3 اسابيع واكتر من 2.5 شهر حسب ما قدرت الجسم على اكتشافه. واضح اللي اسمه عبد المنعم ده كان ليه علاقه مش مظبوطه او اتنقلوا الفيروس ده بطريقه تانية، وده كان قبل ما اتبرع لليلى ووقت قليل قوي. خلاص فهمت، فهمت انكم مش مهملين. انا عايز افهم بقى مصير بنتي ايه يا دكتور؟ سعيد بيه ارجوك اهدى، ربنا اراد واللي حصل حصل. المهم ان الفيروس في جسم ليلى كامن، يعني هتعيش 2 3 سنين. ما احنا لو خدنا احتياطاتنا والبنت اتحطت تحت الرعايه ممكن حياتها تكمل بشكل طبيعي وتعيش 20 و30 سنة كمان، والكلام اللي انا بقوله لكم ده اكيد. خلاص انا هاخدها واسافر بيها بره، هعالجها في اهم مستشفيات العالم. الفيروس اللي اتنقل لك كامل، انا مش عايزك تخافي من حاجه خالص، انا جنبك اكيد هنلاقي حل. احنا هنسافر بره وهنعالجه وهترجعي احسن من الاول. هنعالجه الايدز ملوش علاج يا بابا، ملوش علاج. هنعالجه هنعالجه يا حبيبتي هنعالجه. انا معرفش، مستحيل ابدا. معلش يا حبيبتي، اهم حاجه انا مش عايز اي حد يعرف اي حاجه خالص عني، حتى مصطفى. احنا كده لازم نهدى، هفكر لازم نعمل ايه. اختك تعبانه قوي يا مصطفى، معلش مش هتقدر تقابل حد. ليه يا بابا؟ ما هي امبارح كانت كويسه جدا. في ايه؟ موضوع العمليه ده ركبوا لها الشريحه غلط، مضطرين نسافر بره مصر عشان نعيد العمليه من تاني. هما جايين يعني يكتشفوا دلوقتي بعد شهر؟ أرجوك يا حبيبتي سيبوها لوحدها دلوقتي، تعالى مصطفى عشان نخلص إجراءات السفر. طيب اطمن عليها وحصلك. معلش يا مصطفى بعدين، يلا تعالى معايا. فيها ايه يعني لما نشوفها ونطمن عليها؟ بقولك ايه، تعالى تعالى يا استاذ. يا استاذة رايحين فين؟ جايين نشوف ليلى. في ايه؟ ممنوع. هو ايه ده اللي ممنوع؟ هي في عينيها مركزة. انا بنفذ اوامر. ممكن نطمن عليها دقيقة واحدة بس وهنخرج على طول؟ الزيارة ممنوعة، دي أوامر مدير المستشفى. أنا آسفة. خلاص يلا، بعد إذنك ممكن توصلي لنا الورد ده؟ حاضر يا فندم. شكرا. العفو. أيوة دكتور بهاء، أنا بسألك إيه أهم مكان في العالم ممكن يعالج حالة ليلى؟ باريس. أشكرك، هكلمك بعدين. احجز لنا وقتك بكرة، لازم نكون في باريس. حاضر، اشوف بكره الطيران ظروفه ايه واحجز لك. بقول لك عايز اكون في باريس بكره، لو ما لقيتش طيران احجز لي طياره خاصه. ايه يا بابا انت خايف من ايه؟ هو الدكتور قال لك ايه بالظبط؟ جراحه هيبوظ، انت بس سالنيش، انت تنفذ اللي بقول لك عليه وبس. حاضر، بس انا هطلع معاكم. لا انت هتفضل في الشركه، انا هنزلك عشان تحجز لنا وبعدين تبقى تكلمني. ماشي يا بابا، بس عايز اعرف بقى دلوقتي انت رايح فين؟ في حد لازم اقابله. الو يا استاذ امل. حصل يا فندم، انا اول ما وصلت الشركه بعت طلب للاداره. لا ما هو لازم يتمضي، وسعيد بيه مصطفى بيه لسه ما جوش. اول ما يتمضوا انا على طول هروح لاداره المشتريات. شكرا يا فندم، مع السلامة. مع السلامة. بيستعجلوا توريد العبوات مش كده؟ يا سيدي، المصنع طالبه بقاله يومين ولغاية دلوقتي لسه ما اتمضاش. حادثة ليلى دي مطيرة دماغهم على الآخر. بس أنت عارف إن هم لازم يدوا حق التوقيع لأي حد من المديرين؟ هي حصل لها إيه صحيح؟ بيقولوا دراعها اتكسر. طب ما هي بسيطة أهي. لا مش بسيطة خالص، دي بنت سعيد الكومي. هم لو رجليها اتكسرت بقى يعملوا إيه؟ بس يا ستي هنعمل كنترول جي ونكتب مثلا امل، هو هيدور على امل في كل ملف موجود. بصي جاب لي ايه؟ امل حسن وامل الشاطر، ودي مدام امل مديره الشؤون الاداريه. طيب ردي على تليفونك. الو انت فين يا روح القلب؟ بتكلمني ليه دلوقتي؟ مش لسه قافله معاك من نص ساعه؟
لا بقول لك ايه، انا اكلمك في اي وقت وبراحتي. براحتك طبعا يا حبيبي. انت كنت وعدتيني ان اول مرتب ليكي ليه عزومه محترمه، صح ولا لا؟ انا عندي بقى 100,000 مكان يفرتكولك المرتب. حبيبتي عارف بهزر معاك، احنا الشباب المكافح والقرش على القرش ولازم نتجوز بسرعه، فاهم انا الكلمتين دول؟ شاطر، بس ده برضو ما يمنعش ان العزومه تكون جامده زي ما وعدتك. طب بقول لك ايه، استنيني. ها استناك طبعا. مع السلامه يا حبيبتي. باي. قلت لي كنترول ايه؟ جي، والله العظيم جي. Bonjour, monsieur Camille. Ah, bonjour, docteur. Ça va? Vous allez bien? Bonjour, mademoiselle. Ça va aujourd'hui? Alors, oui. S'il vous plaît. Elle est mieux? Ah, ne t'en fais pas pour elle. Elle va très, très, très bien. Et résultats? Pour les résultats, je vais envoyer tous les papiers au Caire chez le médecin là-bas. Le médecin est un ami à moi. Ne t'en fais pas, elle est superbe, elle est bien, elle est en pleine forme aussi. OK? Au revoir. Au revoir.